قرأنا حديث يا شيخ في الدرس السابق، وهو الحديث القدسي: لو لو أتيت أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث يا شيخ هذا رد على المرجئة والمعتزلة والخوارج، حبذا لو يعني تحدثتم عن هذا الأمر. لا، هذا ليس ردا على المرجئة، هذا المرجئة يتمسكون به نعم. ويقولون من لم يشرك بالله شيئا فإنه ولو لم يعمل عملا وترك الواجبات وترك وعصى وارتكب المعاصي فإنه يغفر له، فهذا مذهب باطل. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني يوم القيامة لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني أن الله أنه يستحق العذاب على ذنوبه ومعاصيه ومخالفاته، ولكن الله غفر له بفضل التوحيد والسلامة من الشرك. فالموحد ترجى له المغفرة، وليس معناه أنه يقتصر على التوحيد ويترك الأعمال ويتكل على أنه موحد، لا، بل عليه أن يجتنب ما نهى الله عنه، وأن يخاف من عقاب الله عز وجل، أن يخاف من العقوبة العاجلة والآجلة، فيترك المعاصي، وأيضا يأتي بالطاعات والواجبات والفرائض، لا يتركها ويقول أنا موحد ويكفيني التوحيد. نعم.